حابه اخبركم عن تجربتي مع خلق السلامه من الغرور. بالمدرسه وبالجامعه كانت علامات كتير عاليه، ولما رحت على سوق العمل كان النجاح عم بحالفني، فصار ينمى عندي شعور داخلي لا اراديا بالغرور، وصرت اتوهم انه انا شاطره. وكنت كل ما اسمع عبارات اطراء من الاهل والاساتذه والزملاء كان هالشعور بالغرور عندي يزيد، والوهم انه انا شو ما فكرت اعمل بينجح كمان يزيد. لمرة كنت عم حضر لمشروع تجاري له علاقة بتخصصي، حضرت له كتير وشغلت عليه كتير وبنيت عليه كتير أحلام، وتوهمت انه هذا المشروع مثل غيره بده ينجح. بس ما نجح المشروع، زعلت وانقهرت وانصدمت وقتها صدمة كتير كبيرة، وكل الأحلام اللي بنيتها راحت. بس هيدي الصدمة خلتني أصحى من الوهم اللي أنا فيه، وأعرف انه أنا ما في أنسب النجاح لنفسي. موضوع النجاح كله ما هو إلا توفيق من رب العالمين، وهذا خلق علمنا يا الرسول عليه الصلاة والسلام إنه ما نعجب بأنفسنا ولا نغتر باللي نحن بنملكه. فصرت طبق هذا الخلق بكل نواحي حياتي، يعني أنا علي أن أجتهد وأخذ بالأسباب وبتكل على رب العالمين وبطلب منه التوفيق. بالأخلاق نتغير ومنغير. تعرف على 52 خلق من الأخلاق المحمدية من خلال تحميل كتاب نحييها لنحيا.